متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة وشديدة الحرارة بالسيطرة في أغلب مناطق المملكة، بينما تأثرت المرتفعات الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة. تكاثرت الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر، وهطلت زخات رعدية من الأمطار، ويتوقع أن تتكرر هذه التشكلات الرعدية بشكل يومي خلال الأيام القليلة القادمة، مع مراقبة طقس العرب لتأثر عموم جنوب الجزيرة العربية خلال الأيام القليلة القادمة بحالة ماطرة وبكتلة هوائية رطبة. سنستعرض تفاصيلها خلال النشرات اللاحقة. نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في أغلب مناطق المملكة كنتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة في طبقات الجو العالية من جنوب الجزيرة العربية، تعمل على نشوء أو تشكل هذه الغيوم المتوسطة والعالية، فيما خلت المنطقة الشمالية من الغيوم وسادت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث الآن عن خرائط الأمطار والمناطق المشمولة بالأمطار مع شدتها اعتبارا من نهار اليوم الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة يوم الأحد. تشكلات رعدية يومية متوقعة في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الاثنين بإذن الله تستمر هذه التشكلات الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية، وتبدأ منطقة الربع الخالي تتأثر أيضا بغيوم ركامية رعدية مع بدء تدفق كمية من الرطوبة من بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية، تعمل على بداية نشوء لأحوال جوية غير مستقرة في عموم جنوب الجزيرة العربية، تشمل سلطنة عمان، أجزاء من الإمارات، عموم جنوب المملكة العربية السعودية واليمن، ووصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الثلاثاء تتسع رقعة تأثير هذه الأمطار مع تدفق المزيد من الرطوبة من المناطق المدارية، تحديدا من بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية. تتسع رقعات الأمطار في منطقة الربع الخالي، الإمارات أيضا، وعموم المناطق العمانية بالإضافة لليمن وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الأربعاء تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة والمزيد من الاتساع في رقعات الأمطار في عموم جنوب الجزيرة العربية، تشمل المزيد من مناطق من منطقة الربع الخالي، جنوب منطقة الإحساء، جنوب منطقة الرياض، بالإضافة للمنطقة الجنوبية الغربية. وتشير التوقعات أيضا أن تتسع وتشتد هذه الحالة الماطرة خلال الأيام القليلة القادمة، أي ما تبقى من الأسبوع الحالي وأيضا بداية الأسبوع القادم. نذهب الآن للعاصمة الرياض. التوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 33 درجة مئوية المحسوسة، 34 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض. توقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 46 درجة مئوية كحرارة عظمى، 34 كحرارة دنيا، نفس الحرارات والأجواء يوم الثلاثاء. ويوم الأربعاء تنخفض قليلا، تسجل 45 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 32 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. اليوم الاثنين نبدأ شمالا، تبوك 40 إلى 27، سكاكا 44 إلى 31، ونفس الحرارة والأجواء في عرعر، أي أجواء حارة بشكل عام. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 44 إلى 32، جدة 37 إلى 31، مكة المكرمة 41 إلى 31، والطائف 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات من الأمطار 32 إلى 23، أبها طقس غائم جزئي مع 32 إلى 21، وجزان رياح نشطة مع 39 إلى 32 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام، 44 إلى 33، أجواء شديدة الحرارة في حفر الباطن 49 إلى 32، والإحساء رياح نشطة مع 49 إلى 33 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس شديد الحرارة 46 إلى 34، بريدة 47 إلى 31، وحائل 43 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.